خلينا نروح سريعا لأخبار المحافظات ونتجه لشمال سيناء اللي تم فيها افتتاح تطوير المرحلة الأولى من استاد العريش الرياضي. أما في الغربية فتم تنظيم معرض لتوزيع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية مجانا على الأسر الأولى بالرعاية في طنطا. أما في البحيرة فتم تحصين 123 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلعية والوادي المتصدع. وفي أسيوط تم افتتاح مركز معلومات شبكات المرافق والبنية التحتية بمقر حي غرب الجديد. تفاصيل وأخبار أكثر في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في الإسكندرية أكدت المحافظة أنه استجابة لمطالب أهالي أحياء العمرية فيما يخص رفع كفاءة الطرق وترميم الشوارع المتهلكة، قامت مديرية الطرق بالمحافظة بالبدء في تنفيذ أعمال الرصف ب 13 شارع من شوارع أحياء العمرية أول وثاني ضمن الخطة السنوية للرصف لهذا العام. في شمال سيناء شهدت المحافظة افتتاح تطوير المرحلة الأولى من استاد العريش الرياضي بجانب وضع حجر الأساس لحمام السباحة التدريبي وافتتاح عمارات فندقية بالمدينة الشبابية، وده في إطار الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة والذكرى 42 لعيد تحرير سيناء. في الدقهلية أعلنت المحافظة عن استمرار استقبال محصول القمح خلال موسم التوريد بالشوان والصوامع بنطاق المحافظة، وبلغت الكميات الموردة من القمح 36500 طن حتى الآن منذ اليوم الأول للتوريد. في الغربية نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي معرض لتوزيع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية مجاناً على 450 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية بعدد من القرى بمركز طنطا لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. في البحيرة أكدت مديرية الطب البيطري أنه خلال أسبوع تم تحصين 123495 رأس ماشية خلال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلعية وحمى الوادي المتصدع، وده بالأسواق والقرى بجميع مراكز المحافظة. كما بلغ إجمالي الأعداد المحصنة من الطيور بلقاح إنفلونزا الطيور 3600 طائر. في مطروح بتنظم مديرية الصحة قافلة طبية مجانية بمنطقتي سيدي حنيش وأبو مرقيق التابعة لمدينة مرسى مطروح اليوم وغدا الخميس، وده في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين. وبتتضمن أعمال القافلة الطبية الكشف والعلاج بالمجان للتخصصات الطبية المختلفة وتقديم الخدمات الصحية وصرف العلاج بالمجان والوصول للمواطنين في المناطق والقرى والتجمعات الأكثر احتياجاً. في بني سويف أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه تقرر قطع المياه عن قريتي كوم أبو خلاد والبرج بمركز ناصر اليوم الأربعاء لمدة 12 ساعة اعتباراً من الساعة 11 صباحاً حتى 11 مساءً، وبيأتي ذلك استكمالاً لأعمال ومشروعات مياه الشرب ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة. في أسيوط تم افتتاح مركز معلومات شبكات المرافق والبنية التحتية بالمحافظة اللي بيعد الأول من نوعه على مستوى المحافظة، وتم إنشاؤه مقر حي غرب الجديد في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي وفي إطار خطة الدولة لتنمية الموارد الذاتية وحماية الاستثمارات وتأمين المرافق.